سيد شكيب بين الماضي والحاضر، وحتى قرار التقسيم هو عبارة عن حل دولتين في نهاية المطاف، والجميع يتحدث اليوم بأن هذا الحل ربما بعيد عن الواقع، هل توافق هذا الرأي؟ بدون شك الحكومة اليمينية الحاكمة اليوم في إسرائيل يوجد بداخلها مركبات أساسية وذات تأثير كبير تحاول أن تسري في اتجاه نبذ فكرة دولتين لشعبين والبقاء على دولة واحدة بين البحر والنهر على أساس وإعطاء للفلسطينيين صيغة من صيغ الحكم الذاتي أو حتى إبقائهم على كما هم اليوم في إطار سلطة فلسطينية، ولكن لن تقبل ولا بأي شكل فكرة الدولتين. وتتمثل هذه المجموعة طبعا بحزب نفتالي بنت، حزب البيت اليهودي، وعناصر يمينية متطرفة في من اليمين في داخل الليكود. طبعا هذا الأمر ليس مقبولا على غالبية المجتمع الإسرائيلي، ولم يتم حسم هذا الأمر بشكل واضح لأنه غير مطروح جدلا على الطاولة في هذه المرحلة. ما دام دولة إسرائيل بسوادها الأعظم المركز واليسار واليمين الإسرائيلي ينظر اليوم إلى وضع انعدام وجود طرف فلسطيني للمفاوضات، وهذا الأمر يجعل فكرة دولتين أو دولة واحدة كما قال ترامب في خطابه في لقائه الأول مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لا يهم إذا كان هناك دولة أو دولتين، المهم أن يكون الأمر مقبول على الطرفين. وإذا ذهبت للجانب الفلسطيني، طبعا الجانب الفلسطيني يقول اليوم أنه لا يوجد طرف إسرائيلي حاضر أن يذهب إلى طاولة المفاوضات بشكل جدي ويطرح حلول تتلائم مع رغبات وتطلعات الشعب الفلسطيني. يعني رغم وجود تفكير بصفقة أمريكية وهي مطروحة، الأوراق موجودة بأيدي أصحاب القرار في الطرفين لدى الفلسطينيين ولدى الحكومة الإسرائيلية. السلطة الفلسطينية تعرف ما هي المبادئ التي يبغي السيد ترامب أن يطرحها، ولا يزال عدم طرحها نتيجة عدم الموافقة عليها قبل الإعلان عنها. ترامب لا يريد أن يذهب إلى مرحلة يعلن وعندها يقوم الرئيس الفلسطيني ويرفض القرار، ويقوم الرئيس الإسرائيلي رئيس الحكومة الإسرائيلية ويرفض القرار. لذلك هذه الأوراق موجودة في على طاولة نتنياهو، نعم، وموجودة على طاولة الرئيس محمود عباس، ولكنها غير حاضية بموافقة من الطرفين. يعني بما بكلمات أبسط، الحكومة الإسرائيلية الحاكمة اليوم بظروفها لا تستطع أن تذهب إلى حل دولتين لشعبين، والحكومة الفلسطينية السلطة الفلسطينية غير مؤهلة للأسف لاتخاذ القرارات في هذه المرحلة، ما دامها لا تمثل الشعب الفلسطيني بكامله، وما دام المصالحة الفلسطينية غير مطروحة بشكل واضح ومنتهية، إنه الرئيس أبو مازن يمثل كل الفلسطينيين، وعندها ستكون مشكلة لنتنياهو والرد عليها كبير.